كيلو بأربعة أشهر. ليه بدك تضيعها؟ بتضيعها بأربعة. سياح في الكيلو في السوزوكي. هاي هو أبو السوزوكي وكويس كويسة كلها مثلها أنا شفتها. أقوى من هاي. إيش هي؟ بندورة. إيه إيش عم تحكي؟ إيه بالكيلو. والله بده 4.5 اللي فيرت صلي حط على الباب. ايش معنى معلم ضم يا معلم؟ قلت ليك ضميتها يا الله. هذا بده مفتوح ضمه بالعرب او اللي دي بنحط كبار يعني شو بتصير كله صغار. ما نزلت الماتور لوك ليش بيأثر يعني شو هيك استوي اكثر هيك احسن. لك يا زلمه بشبع ضيع عشان كون احمد هن بيقول ماذا يا حبيبي؟ هذا بدك كمان يا بسوكار شيل واحد. طيب معلومة والله ما حل. أربعة طيب ماشي. كله أربعة. بس تخلص ضرة ملح وضرة دفنة وحركة وبس. ليك بس تخلص فكة هي والبصل في بعضهم هيك يصيروا أطيب. انا اكره رائحه البصل وانت يا شنتار. هلا ايش بصير له 3 ساعات دجاجه كم فحمه هي بده يشوي ما مو عم بيحكي افؤاد شو الوضع عندك؟ انا عندي داب طينا الصيخه طينا الجنب جدي شلونك؟ هلا الصيخ الله هلا بيشرك يوجع اليوتيوب حلقنا لك ما يكون الصيوديين ما عجبه الجمر طلع مش وخاروف بعتهم على التركية للشباب بس مو هلا بعد ما ناكل بعد المعركة